بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب الشفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال. إن شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا الله غادي نديروا واحد الصيغة ربانية لفتح نصيب البنات والولاد، الناس اللي عندهم الأمور مغلقة، الناس اللي عندهم أي حاجة اي حاجه مغلقه في وجههم، عندهم تعسير لا في المال ولا في الزواج ولا في اي حاجه. بغينا نفتحوا الباب للبنيات والناس اللي عندهم تعطيل الاحوال في الزواج او في العمل او في فتح النصيب في المال. اذا الناس اللي باغين طلبوا هذه الوصفه وطلبوا هذه الصيغه على اساس انهم بغاو يفتحوا نصيبهم في اي باب بغاو يفتحوا، غادي ان شاء الله يديروا هاد التشليله وربي غادي يعاونهم ان شاء الله. اذا الناس اللي باغي الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، أو يا فتاح يا فتاح اسم يفتح جميع الأبواب. ولكن الصيغة ديال اليوم هي فائدة عظيمة اللي غادي إن شاء الله نفتح بها جميع الأبواب بحول الله وقوته. البنات اللي عندهم عوارض، عندهم مشاكل في أي أمر بغاو يديروه، كان زواج أو كان عمل، عندهم توابع. توابع هي اللي حاسة بهم، تحس بأن أي حاجة حطات في يديها ما تتنجحش، ديما هي عندها مشاكل في أي أمر. أو الولد اللي قرأ ولكن بدون عمل، الأم عندها محل ديال البيع والشراء تبيع شو تشري مزيان، او انها ديما عندها توقيف الحال لا في المال ولا في السلعه ولا في اي حاجه، عندها توقيف الحال. اذا هذه الصيغه علاش ما درتيها غادي يفتح لك الله الباب، وعلاش ما درتيها ربي غيفتح لك الباب. اذا الناس اللي باغين انهم يفتحوا باب النصيب للزواج، البنت غادي ان شاء الله دير الخاتم، اي خاتم غادي ديرو على قبل انها بغات انها تزوج. بغات البنت تزوج، غادي نوضع الخاتم هنايا وغادي نوضع السدر. السدر البنت اللي باغا انها الفتح يكون عندها في الزواج، غادي ناخذ السدر بدون عدد، بدون عدد، لانها بغات انها تزوج غادي تحط خاتم. وغادي ان شاء الله تقرا هذه القراءه ان شاء الله. اول حاجه غادي تقرا البسمله الشريفه بعدد السنين ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عندها 30 سنة دير 30 مرة البسملة الشريفة، وغادي تقرأ واحد الآية من سورة ياسين. غادي تقرأ سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. غادي إن شاء الله تقرأوها عدد السنين ديالكم، 30 سنة تقرأيها 30 مرة. غادي ان شاء الله تقراي يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح، غتقرايها 100 مره او 101. وغادي ان شاء الله ديري من غادي تسالي، غادي ديري الدعاء ديالك. بالنسبه للمراه اللي باغا البنت اللي باغا تزوج، البنت اللي باغا تزوج او المراه المطلقه وبغات عاوتاني تزوج، كاين جوج اختيارات او ثلاثه في هاد الصيغه الربانيه. اذا غادي ان شاء الله بحول الله البنت اللي باغا تزوج تحط الخاتم، المراه المطلقه بغات عاوتاني تعاود تزوج دير حتى هي الخاتم. وغادي تقرا هاد الشيء اللي عطيتكم، وغادي تزيد عليهم يا فتاح 100 مره، وغادي دير الدعاء، الدعاء ديال اسم الفتاح. يا فتاح يا فتاح، من تسالي قولي يا ربي بحق اسم الفتاح أن تفتح لي جميع الأبواب المغلقة. اللهم يا ربي افتح لي خير باب، إن كان زواج وإن كان عمل وإن كان دراسة، افتح لي يا رب خير باب. الله اللي غادي من خليتي أمر لله، ربي اللي غادي ياخد لك الأسباب وغادي يعطيك السؤال ديالك في الأمور. إذا توكلتي على الله في هذا الأمر، لأنك خليتي الفتح المبين اسم الفتاح هو يفتح لك خير باب، حيلا طلبتي الله أنه هو اللي اختار لك اللي فيها الخير. الفتح المبين، اللهم افتح لي خير باب بحق هاد البسملة الشريفة وبحق هاد الآية من سورة ياسين، أن تفتح لي خير باب. الناس اللي عندهم الرزق معدوم، الناس اللي عندهم رزق معدوم غادي يحطوا مفاتيح، مفاتيح ديال أي باب عندهم، وغادي يقراو نفس القراءة، وغادي هذاك الماء غادي يرشوا به البيت، الزوايا البيت، وغادي يضيفوا عليه إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 27 مرة، وغادي يعوموا به ويجمعوا الماء ويلوحوه في مكان عاشم، يجمعوا هذاك الماء ويلوحوه في مكان عاشم. اما البنت غادي تقراه في الليل
اي ليله بغات، وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته الماء تعوم به في وعاء داخل الغرفه ديالها، وتخلي هذاك الخاتم عندها في الصباع ديالها، تهزو وديرو في الصباع ديالها على اساس انها غادي يكون مبارك باذن الله. اذا الناس اللي باغين البركه والتيسير، اسم الفتاح يفتح جميع الابواب. الناس اللي معطلين عن العمل غادي تهم يديروا، ما يحطوا حتى حاجه، ما يحطوا حتى حاجه، يحطوا غير الماء والسدر، ويقراوا نفس القراءه اللي عطيتكم لانها صالحه لجميع الناس. تنهضر على الناس اللي عندهم في البيت قله الرزق، يحطوا المفاتيح ديال البيت، هذوك المفاتيح من تساليو منهم غادي ان شاء الله تعلقوهم عادي، تاخذوهم وتستعملوهم عادي. اما الماء غادي تخويه على الزوايا البيت وباب العتبه، ولكن الماء ما يتسربش تحت الرجلين، غتحاولوا تمسحوا به المنزل كامل وتجمعوا الماء وتلوحوه في مكان عاشر، لان القران الكريم هو شفاء ودواء، وتنحافظوا عليه من يتسرب في شي مكان غير لائق بالقران. اذا الناس اللي عندهم مشاكل في الزواج، الناس اللي عندهم مشاكل في العمل، الناس اللي عندهم مشاكل في المال، يداوموا على صورة الواقعة وصورة القاف، وغادي يا باسط يا باسط ابسط لي رزقي، يا رزاق يا فتاح ارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب. قاعد صياغ صالحين باذن الله، صالحين لجلب ما تريد. ان فتحنا لك فتحا مبينا. غادي ناخذ واحد الورقه، وغادي الناس اللي باغيين يوضعوا ما عندهم حتى حاجه بالنسبه للمال، غادي يوضعوا يا فتاح يا فتاح، يكتبوها باي قلم ويوضعوها داخل الماء، يا فتاح يا فتاح يا فتاح، افتح لي خير باب، ويخليوها ليله كامله ورشوا بها العتبه الناس اللي عندهم المال قليل ويديروها. حتى البنت اللي بغات تزوج غادي ان شاء الله دير هاد الاسم، توضعوا مع الخاتم وتكتب يا ربي افتح لي خير باب، يا فتاح يا فتاح 7 مرات، وغادي تقول يا فتاح افتح لي خير باب بعد ما تقرا هذه القراءه اللي عطيتكم، لانها رائعه واكثر من رائعه. حاولوا انكم ديروها باذن الله لانها رائعه، وغادي ان شاء الله يجيب لكم الفتح. ونخلي هذيك الورقه من بعد ما نسالي منها غادي نشفها، وغادي نخليها معايا، غادي تنشف هانتوما، غادي تنشف تهزوها وتنشفوها وتوضعوا فيها هذوك اوراق السدر، والماء ترشوه في العتبه وترشوه في اي مكان بعد ما تصفيوا اوراق السدر، وديروها مع الورقه اللي حطيتوها هنا، وتخليوها تنشف في الظل وتهزوها معكم، ديروا لها بابي الومنيوم ومن بعد تهزوها معكم. اما الخاتم البنت ديروا في صبعها، والولد يعوم بها، يعوم بهذا الماء مع اوراق السدر مع القراءه، وغادي يدخل الغرفه ديالو ويخوي عليه الماء ويجمع ذاك الماء ويلوحوه في مكان عاشب، لان تنسميوه الماء المبارك لفتح النصيب في كل الامور. اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم الا الله يعاونكم ويسخر لكم ما في السماوات وفي الارض، ويكون لكم عون ومعين في كل الامور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.